ده الستيك اللي انا عملته. كملوا الفيديو عشان نشوف انا عملته ازاي. ازيكم يا جماعه، النهارده هنعمل نيويورك ميديوم ويل ستيك. دي الحاجات المهمه اللي محتاجينها عشان نعمل ستيك مظبوط. الاول هنحتاج زيت زيتون، هنحتاج روزماري فريش، وهنحتاج توم زي ده كده، وهنحتاج حوالي 100 جرام زبده وملح وفلفل، وقطعه ستيك اللي انتوا بتحبوها. ممكن تستخدموا نيويورك ستيك، ممكن تستخدموا رابن اي، وممكن تستخدموا قطعه فلاتو ستيك، يعني تقولوا للجزار اللي عندكم يقطعها قطع تخينه فلاتو. واهم حاجه بقى، لو ما عندكمش ترمامتر عشان يقيس درجه الحراره بتاعه اللحمه، عشان في ناس بتحبها ميديوم رير، في ناس بتحبها ميديوم ويل، وفي بيحبوها ويل دان. لو ما عندكمش ترمامتر زي ده، اهم حاجه تعرفوا الحركه دي. الحركه دي بتقول لكم كل درجه انتوا بتحبوها. يعني لو حسيتوا سمك اللحمه زي لما تدوسوا هنا يبقى دي كده رير لسه، لما تدوسوا هنا على سمك اللحمه وتحسوا ان هي زي دي بالظبط يبقى كده ميديوم رير. نفس الحاجه مع دي يبقى ميديوم ويل، نفس الحاجه مع دي يبقى كده ويل دان. لما سمك اللحمه يبقى زي هنا بالظبط تدوسوا هنا يبقى كده دي ويل دان. واحلى حاجه في نيويورك ستريب اللي هي فيها فاتس كتيره تخلي اللحمه طعمها تحفه. يلا بقى بينا نبتدي ونشوف هنعملها ازاي. هنتبل الستيك بملح وفلفل من كل الجوانب ونوزعهم كويس بايدينا. هنتأكد ان الطاسة سخنة، بعدين نحط زيت زيتون حمر الستيك من كل الجوانب. اول ما نحمر كل النواحي من هنا وهنا 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 من كل النواحي في اللحمة، نقيسها بقى بالترمومتر، يا اما تقيسوها بالحركة دي. اول ما درجة حرارة الستيك توصل 160 يبقى هي كده ميديوم ويل. هنحط زبدة والثوم وزعتر فريش يا اما روزماري فريش. اول ما الزبده تسيح هنحطها فوق الستيك لمده 30 ثانيه، بعدين هنريح الستيك لمده 3 دقايق ونضيف معلقتين زبده من الطاسه. هنقدمها مع ماش بوتيتو، واللون البينك الخفيف هو ده لون الميديوم ويل. وكده يبقى خلصنا الستيك وبالها نرشفها. ما تنسوش تتابعوني على صفحتي في التيك توك سيف دوت توميتو، وقناتي على اليوتيوب انا ومامتي بينك هانكوك.